أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين: الانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان مستمرة بدعم إيراني وأمريكي معلن. من صحيفة الزمان: حقوق الإنسان، ارتفاع إصابات التسمم بالمياه في البصرة إلى 95,000. من صحيفة العربي الجديد: البرلمان العراقي يحدد الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية. ومن صحيفة الحياة: مرشح حزب بارزاني للرئاسة يتمسك بشرعية استفتاء الانفصال. من صحيفة المدى: منافسة حادة على اللجان المهمة في مجلس النواب العراقي. من صحيفة الشرق الأوسط: منظومة أس 300 تفاقم التوتر الروسي الإسرائيلي، وواشنطن تجدد بقائها شرقي الفرات. وأخيرا من صحيفة القدس العربي: حزب العمال البريطاني يبقي الباب مفتوحا أمام البقاء في الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم. تقدم عضو البرلمان أكبر الأعضاء سناً بمطالعة أراد شد همة البرلمان الجديد للنظر في أحوال بغداد التي تسير من سيء إلى أسوأ. ومع أن نطق بعبارة بغداد الرشيد والمأمون، قفز النائب عن حزب الفضيل عمار طعمة محتجاً لا متألماً مما آلت إليه بغداد من رداءة وتخلف وانهيار. رشيد خيون يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية إن غضب النائب جاء على قرن اسم بغداد بمن أوصلها إلى ذروة مجدها التاريخي الرشيد ونجده المأمون، لأنهما كما يعتقد هؤلاء الذين قتلوا أئمة أهل البيت. نسأل نائب الفضيلة، مرت الآن 15 عاما، ماذا حققتم؟ هل من فضيلة سيذكرها التاريخ لكم؟ ليس بعد 12 قرنا، لنقل بعد عامين أو أكثر، ماذا سيؤرخ للبصرة غير العطش وتهريب النفط والاغتيالات المتواصلة والسطو على الأرض؟ هل سيؤرخ لبغداد المستوى العلمي الذي يذكر بدائرة الحكمة التي أنشأها وصمة عار الرشيد على حد عبارة النائب المذكور، أم ثقافة الجهل؟ يتحدث النائب وكأن المطلوب من الرشيد والمأمون أن يكونا ديمقراطيين ولهما برلمان، وهل يتوقع الذين يفكرون بمنطق ما قبل 1000 عام أن الأئمة سيكونون ديمقراطيين مثلا فيما لو حكموا، ولا يسعون إلى القضاء على الثورات ويصفونها بالتمرد؟ مرت البشرية بعصور تعاقبت بين نور وظلام وظلم وعدل، فإذا أصبحت السياسة محاكمة للتاريخ على طريقة ما حدث في البرلمان العراقي مؤخراً، فلتجرد السيوف وتوجه الرماح وتشعل النيران. الشيعة يرفعون الثأر من الأمويين والعباسيين، والسنة ينادون بالثأر من الفاطميين والصفويين. إنها حروب بالنيابة عن الأموات، فأخذوا كم تتكرر مفردة الثأر بين الجماعات الدينية. وليفهم رافع هذا شعار: سيأتي من يطالبه بالثأر أيضا. الكاتب يقول إن المأساة المذهبية كانت وراء كتابة فولتير لرسالته في التسامح في العام 1763، وعذرا للفيلسوف الفرنسي أن أقرنه بمن جعل الكراهية شعارا وداخل مؤسسات تشريعية في القرن 21. هذا ما يريده النائب، حرق بغداد لأن زهوها العباسي ارتبط بالرشيد والمأمون. عرفتم الآن لماذا يهمل شارع الرشيد ويطالب باجتثاث الخليفتين؟ العنوان الطائفي للسياسيين في العراق أصبح لازمة في الإعلام العالمي، وكانه الاسم الأخير للعائلة. ورغم أننا في التوصيف العام للطائفية لأحدهم
ومن أي طرف في فوضى المشهد السياسي، إنما نريد إضفاء الحيادية وتخفيف حدة الانقسام والتعصب المذهبي. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الطائفية أرادوها قدراً لعملية سياسية تضمن لهم تداول السلطة وأصوات الناخبين في نظام ديمقراطي مهلهل تتفاوت فيه الأحزاب إسلامية أو علمانية وليبرالية أو يسارية. ما اجتمعت عليه منذ البدء هو النشوة بالاحتلال ونيل رضا المحتل الأمريكي ومباركته للمحاصصة الطائفية في سلطة وضعت قواعدها على ولاية فقيه عراقي ومراجع دينية متباينة، سرعان ما أشعلت حماسة الفتنة لتعلن عن مشروع تقسيم العراق طائفيا. نشوء العملية السياسية للمحتل كان بمثابة عزيمة أو وليمة طعام لجياع السلطة لنهش مغانمها بشراهة. لذلك ظل السفير الأمريكي زلماي خليل زادة يؤكد على ضرورة الالتحاق بالعمل السياسي لمن هو رافض للاحتلال، لأن من تفوته هبة الاحتلال لا يمكن له التعويض في السنوات التالية عندما تستقر السلطة تماماً بيد من جاء أولاً بحماية الدبابات وبتوصيات المخابرات. خاب العملاء وخاب من التحق بهم، وبعد أكثر من 15 سنة من الاحتلال الأمريكي هناك طائفة سياسية تتداول السلطة والمال وتتداول أيضاً السباب والشتائم والملفات والفساد ولي الأذرع والمباهات بفساد الذمم وبشراء وبيع المناصب والتمتع بسباحة هادئة في المياه الدافئة، حيث تلتقي إرادة الاحتلال الأمريكي بإرادة الاحتلال الإيراني في حكم العراق واستمرار نظام المحاصصة الطائفية. الكاتب يقول إنه في العراق ثمة طائفة لا علاقة لها بالمذاهب الدينية المتعايشة في العراق على اختلاف نصوصها ورواياتها وطفرات اجتهاداتها، طائفة لها مذهب خاص بالاحتلال بالإمكان، طائفة من اللصوص وقراصنة المال، طائفة من السياسيين ابتلعت المبادئ والقيم الإنسانية والوطنية والسماوية، طائفة ابتلعت ثروات العراق وصارت مثلا لكل سرقة وفساد في العالم كما يرى الكاتب. يقول قادة الكتل السياسية في العراق إنهم مهتمون ومشغلون بمواصفات رئيس الوزراء القادم، كما يقولون إنهم منكبون على تدوين هذه المواصفات من دون اكتراث للأسماء، كما يقولون أيضا إنهم يريدونه حازما شجاعا كفوءا نزيها وطنيا. عدنان حسين يقول في صحيفة المدى إن قادة الكتل السياسية كذابون بالتأكيد، لأنهم لن يقبلوا به غير شيعي حتى لو كان الأكثر حزماً وشجاعة وكفاءة ونزاهة ووطنية بين العراقيات والعراقيين. كذابون أيضاً لأنهم لحسوا كل الكلام الذي كانوا يقولون في نبذ المحاصصة وفي تبشيع دورها الرديء في صنع الكوارث والبلاوي والمحن للعراق ولشعب العراق. رئيس مجلس النواب مرروه بسرعة خاطفة على أساس المحاصصة، وبموجب صفقة فاسدة فضحها التصوير بهواتف الموبايل تحت قبة البرلمان. لم يهتموا سابقاً أو لاحقاً بمواصفاته ولم يسألوا عن برنامجه، كما لو أنه معين مدير بلدية في ناحية أو قضاء، كما لو أنه ليس رئيس السلطة الأولى والأعلى والأقوى والأهم في البلاد، ولا يتعين أن تكون مواصفاته وخصاله أدنى من مثيلاتها لدى رئيس الوزراء ولو بدرجة واحدة. وكذا الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي لا يهتمون ولا ينشغلون الآن إلا بأصله القومي وفصله الحزبي. لزوم نظام المحاصصة الذي يراد له أن يظل السيف البتار المسلط على رقاب العراقيين ورؤوسهم وألسنتهم برغم أنوفهم، ليس صحيحاً أن ينحصر الاهتمام والانشغال برئيس الوزراء وحده ومواصفاته. إذا كان هذا الاهتمام والانشغال جاداً وليس ذراً للرماد في العيون وتوطيئة لصفقة فاسدة أخرى، لا ينبغي أن يكون رئيس مجلس النواب بمواصفات مختلفة. الكاتب يشير إلى أن رؤساء المجلس السابقين جميعاً كان لهم دور كبير في حال الفشل المتفاقم في الدولة،
في عملهم أيضا يتحملون مسؤولية كبيرة على هذا الصعيد، ما كانوا أهلا للمنصب ولا كانوا أمناء على اليمين الدستورية التي أدوها ولم يسألهم أحد، وكذا الحال بالنسبة لرؤساء الجمهورية الذين ركنوا إلى الفكرة السقيمة أن منصب الرئيس شرفي فيما هو جزء أساس وشريك قوي للسلطة التنفيذية. يحاول قادة الأحزاب في العراق حرف الحقائق عبر تأكيد التزامهم بمواصفات المرجعية لرئيس الوزراء، فيما يخرجون أو يخرجون الشعب ومطالبه الممتدة من المعادلة برمتها ليقولوا زورا نحن الشعب. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة أن الأحزاب المتضامنة في سلوك إضعاف الدولة وتفتيت وجودها وتحويلها إلى ممتلكات حزبية خاصة هنا وهناك لن تستسلم بسهولة، وهي تخوض منذ أسابيع لعبة النحت بإبرة للتخلص من محنة مواصفات رئيس الوزراء، وهي في الأساس محنة وجودية تتطلب إعادة إنتاج مفاهيم التقاسم من جذورها. مع الأخذ في الحسبان التدخلات الإقليمية والدولية التي دعمت الأحزاب العراقية، فإن القضية اليوم تتعلق بالعزل عن ترجمة المقاعد النيابية في مناصب في الدولة، وهو النظام الذي كان يضرب بعمق مبدأ الفصل بين السلطات. هذا النظام لا يعترف بالكتلة الأكبر والأصغر إلا شكلاً، فهو يمثل بشكل دقيق آلية لحصول الجميع على مبتغاهم من مناصب الدولة. هذا واقع الحال ولا جدوى من إنكاره اليوم من أحد، فقد أصبح مكشوفاً لدى العراقيين على الرغم أن القوى السياسية تحاول تجميله بالحديث عن سياق عام في التجارب الديمقراطية لتشكيل الائتلافات وتقاسم الوزارات. إن الخلل الذي فرضته حركة الاحتجاج العراقية على نظام التنقيط تمكن ملاحظته بعجز القوى السياسية اليوم عن إيجاد معادلة بديلة، فهي تتخبط ابتداء في صفقة انتخاب رئيس البرلمان الذي يواجه مراجعات حول فوضى جلسة انتخابه، ويمتد إلى سياق اختيار رئيس الجمهورية حيث لم تتمكن القوى الكردية من الاتفاق على موقف موحد بسبب غياب نظام التنقيط المتفق عليه بين الجميع، ويتوقع أن يمتد بدوره إلى منصب رئيس الوزراء والحكومة المنتظرة. الكاتب يلفت الانتباه إلى بعض التسريبات تتحدث عن نوع من الاتفاق بين القوى التي رضخت بلا إقناع أمام موجة الاحتجاج لتمرير صفقة لعدد من المناصب بينها رئيس الحكومة لمدة عام واحد، يتم بعدها العودة إلى سياق نظام التنقيط السابق، وهذا الأمر ممكن ومتوقع في العراق. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الاتفاق الذي وقع في 17 من أيلول الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إدلب السورية منع كارثة كان يمكن أن تحصل. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الخشية الآن أن يكون الاتفاق مجرد تأجيل لها، مؤكدة أنه في حال انهار هذا الاتفاق فإن كارثة ستهدد تركيا وأوروبا بسبب تدفق اللاجئين المتوقع. الاتفاق تضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد لمسافة 12 ميلاً تفصل بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، فالرئيس التركي استخدم رأس ماله السياسي لتأخير الهجوم على إدلب خشية من موجة نزوح جديدة من اللاجئين، فتركيا تعاني من موضوع اللاجئين السوريين، وأردوغان يدرك جيداً أن بلاده وصلت مرحلة التشبع وليس لديها القدرة على استقبال لاجئين جدد. وقبل الانتخابات الرئاسية في تركيا التي جرت في حزيران الماضي، قالت الحكومة التركية إنها ستعمل على تأمين مناطق آمنة لعودة السوريين إليها داخل سوريا، وقامت بعملية عسكرية في الداخل السوري أعلن بعدها عن عودة قرابة 250 ألف لاجئ سوري طواعية في مناطق جرابلس وعفرين وإدلب ومنبج. تجدد القتال في إدلب كما تقول الصحيفة وانهيار اتفاق أردوغان وبوتين سيؤديان إلى كارثة جديدة وحركة نزوح ستصل إلى أوروبا ولن تقف عند حدود تركيا فقط، وهناك مخاوف حقيقية من دخول المتشددين مع النازحين إلى تلك الدول، وخاصة أولئك الذين لهم صلة مع تنظيم القاعدة وداعش.
وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إنه في الوقت الذي يجتمع قادة العالم في نيويورك ضمن اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فإن عليهم أن يجدوا حلاً مناسباً لمنع وقوع الكارثة في إدلب، لأنه إذا انتهى اتفاق السلام وانهار فسوف تواجه أوروبا وتركيا أزمة لاجئين جديدة. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالاً لكون كوغلين بعنوان يجب على بريطانيا وحلفائها دعم ترامب بشأن إيران. يقول فيه كاتب المقال إن النظام الإيراني الذي يوجهه تطرفه الديني يقوض استقلالية العالم أجمع. وتطرق الكاتب إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي، وكيف أثارت طريقة تعاطيه مع كوريا الشمالية تخوفات من اندلاع قتال في شبه الجزيرة الكورية. الكاتب يقول إن الجميع تفاجأ عندما استطاع ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الكوريتين عوضاً عن المخاطرة والدخول في حرب للحد من تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية، مضيفاً أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أصر على لقاء ترامب شخصياً للتوصل إلى حل مناسب لاختلافاتهم في قمة عقدت في سنغافورة. وأشار الكاتب إلى أن ترامب الذي استطاع التوصل إلى حل لقضية كوريا الشمالية يبدو أنه يحاول الآن تطبيق الأمر ذاته مع إيران، وتابع بالقول إن ترامب سيحاول توظيف الظهور في الأمم المتحدة ليركز على هجومه على طهران. ويشير الكاتب إلى أن إيران تعتبر من أول الدول الراعية للإرهاب التي استطاعت بفعل الاتفاق النووي الإيراني الموقع بينها وبين الدول الكبرى على زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 40%. وأضاف أن الفائض من الأموال الإيرانية استخدم لدعم الإرهاب وتمويل التدريب والتخريب في سوريا واليمن. وأشار إلى أن التزام إيران بنشر تعاليم الثورة الخاصة بها في العالم الإسلامي يعني أنها بعكس كوريا الشمالية، فإن أغلبية طاقة نظامها يتم استثمارها في التدخل في أنظمة الدول المجاورة. ويختتم الكاتب بالقول إن كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن ودول الخليج عانوا من تدخلات الحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن تصميم إدارة ترامب على مواجهة النفوذ الإيراني يستحق الدعم من جميع حلفائها مثل بريطانيا التي ستخسر الكثير في حال لم يتم احتواء طموحات إيران الخبيثة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة روستخ الروسية أن خبراءها ابتكروا ثلاجة ذكية يمكنها ذاتيا التأكد من توفر المواد الغذائية داخلها والتحقق من فترة صلاحيتها وطلب منتجات جديدة من خلال متاجر الإنترنت. ونقل موقع الخليج أونلاين عن الشركة قولها إن الإنتاج الصناعي للثلاجات الذكية سينطلق عام 2020، مشيرة إلى أن أول نموذج للثلاجة سيستخدم في منزل ذكي صنعه الخبراء في مصنع بوزيس التابع للشركة، وسيخضع للاختبار بعد أشهر. وأضاف الموقع أن شركة روستخ تطور في الأونة الأخيرة التكنولوجيا الرقمية التي تتمتع بشعبية في العالم أجمع، ومن بينها إنترنت الأمتعة وأنظمة المنزل الذكي التي تضمن التعامل بالأجهزة الإلكترونية المنزلية وتؤدي مهامها دون أي تدخل من جانب الإنسان. وتخطط الشركة لأن يبلغ حجم إنتاج تلك الأجهزة الذكية بحلول عام 2021 نحو 600 ألف جهاز كل عام. والآن نتابع الكاريكاتير.
وفي الختام شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.